الخطيب رئيسا لرابطة الأندية الإفريقية بعد مقابلة ناصر الخليفي وسامسون يشكو الزمالك للفيفا ويفتت وتشيرت أكبر قلعة رياضية في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وما تنساش يا صديقي العزيز تعمل لايك للفيديو، شير للفيديو في كل مكان، ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل فولو أو متابعة أو لايك لصفحة الفيسبوك. طبعا كلنا شفنا صور كابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي مع ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ويعني صاحب نادي باريس سان جيرمان. وطبعا إن النادي الأهلي يتم دعوته في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية خصيصا لمناقشة بعض الأمور في كرة القدم وبعض الأمور في الرياضة الإفريقية والأوروبية وغير ذلك. دي حاجة بصراحة فخر لينا كلنا ان النادي الاهلي الذي يمثل مصر، لانه في الاخر النادي الاهلي المصري، انه يروح هناك ويمثل مصر في محفل زي ده، فهو فخر لينا كلنا ايا إن كان انتمائك ايه، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي مصراوي بتشجع الاتحاد بتشجع اي حاجة، فدي حاجة مشرفة جدا جدا جدا. والصور ايضا بتاعة كابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي مع ناصر الخليفي هي صور مشرفه جدا، واكيد لو كان الزمالك مكان الاهلي وراح مثلا كابتن حسين لبيب وكابتن هشام نصر وتصوروا مع ناصر الخليفي وتناقشوا في قصه زي دي وتم دعوتهم خصيصا، اكيد برضو كانت تبقى حاجه مشرفه لمصر كلها للاهلاويه والزملكاويه، لان في الاخر دي حاجه او النادي اللي راح ده بيمثل مصر وافريقيا كمان، يعني دي حاجه مشرفه لمصر والوطن العربي والافريقي. المهم كان ناصر الخليفي اتناقش مع كابتن محمود الخطيب، او طبعا الاستاذ ناصر الخليفي اتناقش مع كابتن محمود الخطيب، وطبعا مع حفظ الالقاب للجميع وكامل الاحترام لكل الشخصيات التي تم ذكرها في الفيديو او سيتم ذكرها باذن الله. فاتناقش معاه بيقول له ان ازاي ما فيش في افريقيا رابطه انديه افريقيه زي ما في اوروبا رابطه انديه اوروبيه اللي هي رئيسها ناصر الخليفي. فمن هنا يعني او من النقطه دي نبدا نتكلم ونقول ان فعلا ممكن في يوم من الايام يكون في رابطه انديه افريقيه، وان بالفعل لو حصل وكان في رابطه انديه افريقيه فاعتقد ان الاتحاد الافريقي لكره القدم هيرشح كابتن محمود الخطيب بقوه، لان رابطه الانديه الافريقيه لازم يكون رئيسها هو رئيس نادي ورئيس نادي حالي مش رئيس نادي سابق، فاعتقد ساعتها هيكون في ترشيح قوي جدا لكابتن محمود الخطيب من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم والانديه الافريقيه. من هنا جالي فكره ان رابطه الانديه الافريقيه لما تاسس انا من دلوقتي بتوقع ان كابتن محمود الخطيب يكون رئيسها. فعشان كده كتبت عنوان كابتن محمود الخطيب رئيسا لرابطه الانديه الافريقيه. لان ده الاوقع والاقرب في الوقت الحالي، وده هيكون بصراحه كابتن محمود الخطيب بتاريخه الكبير أسطورة كروية مصرية عربية أفريقية، فيكون بتاريخه الكبير بـ 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 بشغله في كرة القدم من أول أعتقد من 30 سنة أو من أكتر، فهيكون خبرة جدا في القصة دي. فأعتقد أنه قريب جدا هيتعمل رابطة أندية أفريقية ويكون ممثلها ورئيسها هو الكابتن محمود الخطيب. الخبر الثاني معانا بيقول لك ان سامسون يشكو الزمالك الى الفيفا، يعني الزمالك بيحاول يفسخ التعاقد مع سامسون بالتراضي. سامسون ما عندوش مشكله، ولكن طالب من اداره الزمالك ان هو ياخد كل مستحقاته كامله ما يكونش فيها اي نقص ولا يكون فيها اي خصم، ولكن اداره الزمالك بتقول له ان هم غير قادرين على دفع مستحقاته المتبقيه كامله، وقالوا له انت لو عايز تمشي او يعني احنا عايزينك تمشي مالكش مكان معانا في النادي، ولكن اللي هنقدر ندفعه هو 50% فقط من مستحقاتك. فطبعا سامسون مستاء جدا ومتضايق بيقول لهم لا ده كده مش فسخ عقد بالتراضي، ده فسخ عقد بالاجبار. وطبعا كلم وكيله عشان يتناقش مع اداره الزمالك في كيفيه فسخ العقد او فسخ التعاقد. والزمالك محتاج يفسخ عقد سامسون ضروري جدا، حتى الان مين اللي موجودين في الزمالك اجانب؟ عندك المسلوسي وكونراد وبنتايج، وايضا عندك سيف الدين الجزيري، وعندك سامسون اكينيولا. فلازم سامسون اكينيولا يمشي علشان خاطر يجي اوفي ايجارد اللي هو المدير، عفوا كنت بقول لك المدير الفني، لاعب نادي ليفربول السابق. وبغض النظر عن اعتراضي عليه في الارقام بتاعته وفي كمان يعني
بقاله سنتين ما لعبش كوره وثلاث سنين ما جابش جون، ولكن خلاص بقينا في امر حتمي ان اوفي ايجارد لازم هيبقى في الزمالك. وخلاص النهارده عدى الاختبارات الطبيه كلها، وخلاص في خلال كام يوم نادي الزمالك هيعلن التعاقد معاه وبيجهز للاعلان بتاعه وتصوير الفيديو وهكذا، فبقى امر حتمي. فهل هيقدر جوزيه جوميز ان هو يخرج من هذا اللاعب كل طاقاته ويقدر ان هو يرجعه لمستواه لما ليفربول تعاقد معاه؟ يعني ليفربول جاب اوفي ايجارد من ريدينج ويورجن كلوب دربه، ولاعب المفروض ان هو لعب في ليفربول ومعروف، فالمفروض ان هو بقاله سنتين مبطل كوره، هو بعد عن الكوره، يعني اعتقد الموضوع كان نفسي اكتر بالنسبه له، لان اكيد لاعب راح ليفربول فاكيد هو كويس، يعني اكيد هو مش وحش. فاعتقد يعني اتمنى من جوزيه جوميز انه يعيد مستواه مره، يعني يعيد مستوى اوفي ايجارد مره اخرى ليه، ويخليه واثق من نفسه ويقدر ان هو يقدم لنا كنادي زمالك اضافه قويه باذن الله يا رب. يعني مع اني بسجل تاني هو اعتراضي الكامل على هذه الصفقه، لكن ربنا يكرم يا رب ويكون فعلا لعيب يستاهل ويخلف ظننا كلنا، الناس اللي معترضه على صفقه اللاعب اللي ما بيلعبش كوره بقاله سنتين، يعني يتمنى اللاعب ده يخلف ظننا ويكون افضل صفقه. يتمنى لاعب انجليزي جاي من ليفربول، او لاعب سابق في ليفربول مش جاي من ليفربول راسا يعني. فسامسون حتى الان يعني لم يشكو الزمالك، ولكن في طريقه لشكوى الزمالك الى الفيفا في حاله عدم فسخ التعاقد بالتراضي. يافطه وتيشيرت اكبر قلعه رياضيه في مصر. يمكن شفنا النهارده قناه نادي الزمالك منزله هاشتاج كده اكبر قلعه رياضيه في مصر، وبقالنا ويعني قبل ما اقول بقالنا، وطلع كلام ان كمان احتمال يخلوا الجمهور يعمل دخله في السوبر المصري بهذه الجمله، وايضا تيشيرتات نادي الزمالك بتاع التدريب ممكن يكتبوا عليها اكبر قاعه رياضيه في مصر، والزمالك يقول احنا اكبر قاعه رياضيه في مصر، والاهلي يقول احنا اكبر قاعه رياضيه في مصر، ومش عارف ايه وبتاع. وانا شايف يا جماعه الموضوع بسيط جدا، يعني انا مش شايف ان هو لقب نكسبه. يعني الاهلي لما خد نادي القرن خدها رسميا من الاتحاد الافريقي ان هو نادي القرن. ايه بقى اكبر قاعه رياضيه في مصر ده؟ يعني ليه بيحصل خناقه بين الاهلي والزمالك عليه؟ خلينا احنا كده كاهلي وزمالك عمالين نتخانق مين فينا اكبر قاعه رياضيه في مصر، ومش مركزين في السوبر، وروح جاي سيراميكا ايه لدع الاهلي ومخرجه من السوبر، ويجي بيراميدز يلدع الزمالك ويخرجه من السوبر، ونلاقي بيراميدز وسيراميكا في النهائي واحنا الاثنين قاعدين بنسلم على بعض في مباراه الثالث والرابع. ما هي تسعه على كده. نقعد بقى نشوف مين فينا اكبر قاعه رياضيه في مصر، والزمالك عايز يحطها على اليافطه وحطها في البرنامج وحطها على التيشيرت، وبعد كده هيوزعها على الناس في بروشورات تقريبا. والاهلي طلع لا احنا اكبر قاعه رياضيه في مصر. يا جماعه انا والله ما بتكلم مين اكبر قاعه رياضيه، ولا بحسب الانجازات ولا الهري ده كله، انا مش في دماغي الكلام ده. انا في دماغي ان بيحصل حاجات، انا شايف الموضوع تافه جدا جدا، اتفه مما ان احنا نتكلم فيه اصلا، اتفه من ان احنا نتكلم فيه، ملوش اي لازمه، ما هو مش لقب. تاني بقول الاهلي لما خد نادي القرن الافريقي ده لقب، لكن اكبر قاعه رياضيه في مصر، اكبر مش عارف ايه افريقيا والعالم، يا عم بس بقى كفايه هري بقى، ما نركز في ام السوبر. انا بقول لك هتلاقي الاهلي سيراميكا كسبه، انا بقول لك سيراميكا هيكسب الاهلي وبيراميدز هيكسب الزمالك، وهنلاقي سيراميكا وبيراميدز في النهائي مين اللي هياخد البطوله، والزمالك والاهلي ثالث ورابع، وحاجه عذاب يعني. ايه الهري ده يا جدعان؟ كان معاكم قصير عمرو عاطف، وانا صفحه صاحب الكوره، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.